احنا لقاءنا النهارده مع حضراتكم علشان نبين ايه هي اهم الاجراءات الاحترازيه اللي خدتها المدرسه لاستقبال ابنائنا الطلاب والطالبات، خاصه في الفتره الحرجه اللي احنا مقبلين عليها والظروف الاستثنائيه اللي البلد كلها بتعيشها وخاصه قطاع التعليم. فهنكون مع حضراتكم النهارده علشان نوضح ايه اهم الاجراءات دي، وطبعا هنرد على حضراتكم اهم الاستفسارات اللي انتم ممكن تسالوا عنها. في البداية خالص هنبدأ بالبص. ابناء الطالب أو الطالبة لما يبدأ ينزل من البيت طبعا بيبدأ المشرفة مشرفة الباص مسح حراري للطالب قبل ما يركب الباص. بيخش الباص، قللنا الكثافة بدرجة كبيرة تقريبا 50% من الطلبة هيكون موجود داخل الباص، في تباعد اجتماعي جوه الباص. المشرفة والسائق نفس الكلام، هيكون عندهم كل الاجراءات الاحترازيه اللي ممكن تحافظ على سلامه ابنائنا من اول ركوبهم الباص لغايه الوصول الى باب المدرسه. طبعا بالنسبه لكثافات الفصول نفس الامر، قللنا الكثافه بحيث تبدا من 15 طالب ل 20 على اقصى تقدير. هيكون في تباعد كبير جدا بين الطلاب داخل الفصل. المدرس بيكون عينه طبعا بشكل كبير جدا جدا على الطلبه، هو بيشرف على قعدتهم جوه الكلاس، بيوجههم توجيهات مستمره علشان يقدر يحافظ على صحتهم سواء طالب جوه الكلاس او خارج في الطرقه او رايح التواليت او غيره. عندنا طاقم اشراف كامل بيتابع الاولاد وبينظم دخولهم وخروجهم في الطرقات وفي الفصول. الحمامات كلها معقمة، الخدمات المعاونة فريق كامل على مدار اليوم الدراسي وبعد اليوم الدراسي وقبل ما الأولاد ييجوا، عملية تعقيم كاملة وشاملة. كل المباني والأدوار والفصول مزودة بالإرشادات اللي ممكن تخلي ابننا أو بنتنا من الطلبة إن هو يعرف إزاي يستخدم كل أماكن المدرسة أو التعامل معاها. بعد كده عندنا طبعا البريك في تباعد، قسمنا البريكس الى اكثر من مكان واكثر من جريد علشان الاولاد يقدروا ان هم يستمتعوا بالبريك بتاعهم بشكل فعال بعيد عن اي ضرر او اي اذى او اي تعرض من اي نوع من الانواع. طبعا عندنا اشراف كامل ومدرب ومجهز وواخد كورسات عاليه في كيفيه الاشراف على الولاد او متابعتهم او اسعاف اي طالب يحصل له اي حاجه. في البريد ايضا اضطرينا ان احنا نقفل الكانتين، وده بشكل مؤقت واستثنائي حفاظا على صحه ولادنا. طبعا الكانتين الامور اللي فيه او الاغذيه اللي فيه مغلفه ما فيش فيها مشكله، ولكن احنا قفلنا الكانتين لسبب واحد وهو تزاحم الولاد على الكانتين علشان ما يبقاش فيه اي شكل من اشكال الاحتكاك بينهم وبين بعض اثناء البريك. عندنا برضو مدرسه فيها غرفه عزل، في الاطباء والدائره الصحيه موجوده مزوده بكل الامكانيات الممكن لو لا قدر الله اشتبهنا باي طفل درجه حرارته عاليه او بيعاني من اي اعراض، الدكتور على طول بيسعفه ويتم التواصل بشكل مباشر مع ولي الامر علشان يجي ياخد ابنه او يطمن عليه بعد كده. طبعا في الخروج حتى الولاد في نهايه اليوم بيخرجوا بانتظام، علامات موجوده على الارض وعلى السلالم علشان الولاد يلتزموا بيها مع المدرس او المدرسه اللي معاه لغايه ما يركب الباص، وبعد كده بتتولى المشرفه لتاني مره رحله العوده الى البيت في سلام وامان. دي تقريبا كل الاجراءات ان احنا عملناها وغيرها وغيرها من الاجراءات الكثيره اللي تضمن سلامه ابنائنا الطلاب في هذه الفتره الحرجه من العام الدراسي اللي احنا مقبلين عليه. في النهايه احب اوضح لحضراتكم الاولاد اللي هم بيروحوا برايفت كار، يا ريت ولي الامر يتعاون معانا ويكون موجود في الوقت المحدد لخروج الطالب علشان ما يتعرضش الطالب لاي شكل من اشكال العدوى او الاصابه او البرد حتى او حراره الشمس، لاننا طبعا بناء على رغبتنا في الحفاظ على صحه اولادنا
وكمان استجابه لطلبات حضراتكم اللي نشدتونا بيها، فخففنا اليوم الدراسي ساعه كامله، فبدل ما الاولاد كانوا بيخرجوا على سبيل المثال في الابتدائي والاعدادي 3 الا ربع بقى 2 الا ربع، والكي جي بقى 12 وربع، فعندنا اليوم الدراسي نفسه بدأ يتقلص للحفاظ لتقليل المده الزمنيه لوجود الطالب خارج البيت او في المدرسه. فده مهم جدا جدا، لان ولي الامر وتعاونه معنا على درجه كبيره جدا جدا من الاهميه. المدرسه عملت كل ما يمكن اجراءه من اجراءات احترازيه، ولكن من غير تعاون ولي الامر ومن غير مساهمته معانا بشكل كبير جدا او توعيه ابنه بالشكل الواضح علشان يكون عنده علم وعنده درايه ازاي يتعامل مع اي موقف يكون قدامه، طبعا تحت اشراف المدرسين والمشرفين والاداره هنا. فبعد اذن حضراتكم محتاجين برضه دور حضراتكم الفعال جدا جدا اللي احنا ما نقدرش نستغنى عنه في توعيه ولادنا وتوضيح الطريقه والاسلوب اللي هم ممكن يتعاملوا معاه خلال وجودهم في المدرسه ومع زمايلهم. اشكركم. مساء الخير، مع حضراتكم عماد الحسيني. كل سنة وحضراتكم طيبين، وإن شاء الله تكون سنة سعيدة، وإحنا عارفين إن أنتوا قلقانين جدا 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 نظرا للظروف الاستثنائية اللي إحنا بنمر بيها كلنا والبلد كلها بتمر بيها بسبب الجائحة الرهيبة اللي تجتاح العالم كله. نتمنى إن هي تزول وتنتهي تماما إن شاء الله. ان شاء الله احنا مش قلقانين زي مستر محمد عزيز ما وضح لحضراتكم الاجراءات الاحترازيه والاستثنائيه اللي اتخذتها المدرسه. انا حابب اوضح لحضراتكم، واكيد انتم عندكم خلفيه عن اللي انا هقوله ده، لكن احنا لازم نكرره مره واثنين وثلاثه علشان الناس تكون عارفه وتكون يعني شايفه ايه اللي بيحصل في المدرسه. اولا بالنسبه لايام الحضور، في الام سي وفي الام ام سي سنه اولى من مرحله الكي جي لمرحله ثالثه ابتدائي كله حاضر ان شاء الله كل الايام من الكي جي لغايه ثالثه ابتدائي كله حاضر يوميا. لان طبعا المرحله دي يعني بتعتمد على حضور الطالب والتفاعل المباشر بينه وبين المدرس، وفي مهارات كتير جدا جدا مش هيكتسبها الطالب الا من خلال الحضور والتفاعل المباشر بينه وبين الطالب، ودي كلها قرارات وزاريه احنا ملتزمين بيها طبقا لنظام التعليم الجديد في المراحل دي يعني اللي هي 2.0. اذا احنا متفقين ان الاطفال من كي جي لغايه ثالثه ابتدائي كلهم هيحضروا يوميا من الحد للخميس في المدرستين في الام سي وفي الام ام سي، لان ده بيعتمد على الاتصال المباشر ما بين الطالب وما بين المعلم. بالنسبه بقى لباقي المراحل، نبدا بالام سي. زي ما اتفقنا ان الكي جي لغايه ثالثه ابتدائي هيحضروا يوميا، لكن لما هنيجي بقى من الصف الرابع للصف الثاني الاعدادي في الام سي الاولاد هيحضروا سبت واثنين واربع. سبت واثنين واربع من الساعه 7:30 او 8 الا ربع لغايه الساعه 2 الا ربع، واحنا خفضنا اليوم الدراسي ساعه كامله عشان الاجراءات الاحترازيه وعشان الظروف الاستثنائيه اللي احنا فيها. هيبقى لهم يومين اونلاين
ان شاء الله اللي هم الحد والثلاث هيكونوا اونلاين، وان شاء الله هيتبعت للولاد من اول يوم باذن الله جداول. الجداول دي هيكون فيها ايام الحضور للمدرسه فيس تو فيس، يعني هنقول السبت والاثنين والاربع الحصه الاولى كذا، الحصه الثانيه كذا، الحصه الثالثه كذا، لغايه ما نوصل لاخر حصه تخلص الساعه 2 الا ربع. وفي نفس الجدول ده هيكون معاه الاونلاين بتاعه، هيبقى تقريبا 4 سيشن في اليوم. وفي بعض التساؤلات جت، هيبقى في انشطه خلال الاونلاين ولا خلال الحضور فيس تو فيس؟ طبعا الدراسه الفيس تو فيس هيبقى فيها الانشطه كامله، الطالب هيمارس الانشطه جميع انواع الانشطه اللي كان بيمارسها قبل كده هيمارسها برضه خلال ايام الحضور. لكن الاونلاين اللي هو هيبقى في اليومين التانيين ده هيعتمد على المواد الرئيسيه فقط. يعني الطالب هيدرس في الاونلاين في اليومين التانيين في الام سي اللي هم الاثنين والاربع اللي هم الحد والثلاث، الحد والثلاث في الام سي من سنه رابعه لغايه ثانيه اعدادي هتبقى مواد اساسيه ما فيش فيها اكتيفيتي. بالنسبه للمرحله من ثالثه اعدادي لغايه ثالثه ثانوي ايام الحضور بتقل شويه، فبتبقى الحد والثلاث حضور، والحضور والانصراف برضه من 7:30 8 الا ربع لغايه 2 الا ربع، وايام تفعيل المنصه او الاونلاين بيكون سبت واثنين واربعه. بالنسبه للام سي مواعيد حضور الطلاب، يعني الطلبه هتنتظم امتى في المدرسه؟ اولا يوم السبت الموافق 17/10/2020 هيكون اول يوم دراسي لسنه رابعه وسنه اولى اعدادي، اذا احنا متفقين ان السبت الجاي ان شاء الله هيدخل في الام سي سنه رابعه وسنه اولى اعدادي. يوم الاحد 18/10 هيكون اول يوم دراسي لسنه اولى ابتدائي وسنه ثالثه اعدادي ان شاء الله. يوم الاثنين 19/10 اول يوم دراسي لسنه ثانيه وسنه ثالثه وخمسه وثانيه اعدادي. يوم الثلاث 20/10 هيكون دخول سنه اولى ثانوي وثانيه ثانوي ان شاء الله. وثالثه ثانوي. يوم الاربع 21/10 هيكون الكيجي مقسمينه في الام سي على مرحلتين، وطبعا اداره الكيجي هتتواصل معاكم وتقول لكم ايه اللي هيدخل يوم الاربع 21/10 ويوم الخميس 22/10. يعني يوم الاربع 21/10 هيكون اول يوم دراسي الكيجي 1، مجموعه من كيجي 1 واداره الكيجي هتتواصل مع حضراتكم وسنه 6 ابتدائي. يوم الخميس 22/10 هيكون اول يوم دراسي لكيجي 2 لكيجي 1 المجموعه اللي بعد كده. يوم الاحد 25/10 هيكون اول يوم دراسي لكيجي 2 ان شاء الله. ده بالنسبه للام سي. بالنسبه للام ام سي طبعا متفقين برضو ان الطلبه من كيجي لغايه ثالثه ابتدائي هيحضروا كل يوم ان شاء الله. بعد كده سنه رابعه لغايه ثانيه اعدادي، من سنه رابعه لغايه ثانيه اعدادي هيحضروا الحد والثلاث والخميس، ده حضور فيس تو فيس المدرسه، والاونلاين بتاعهم هيكون الاثنين والاربع ان شاء الله. من سنه ثالثه اعدادي لغايه اولى ثانوي ان شاء الله هيكون الحضور يعني بنقلل اعداد ايام الحضور، هتكون الحد والثلاث والاونلاين بتاعهم هيكون الاثنين والاربع والخميس ان شاء الله. ده بالنسبه لايام الحضور. طبعا الحضور هيكون من الساعه 7:30 8 الا ربع لغايه الساعه 2 الا ربع ان شاء الله. بالنسبه لانتظام الطلبه في المدارس، اولا كي جي 1 هيكون يوم الاحد 25/10، ده بالنسبه للام ام. كي جي 2 هيكون يوم الاربع 28/10، سنه اولى ابتدائي هتكون الاثنين 19/10،
سنة تانية ابتدائي ورابعة ابتدائي هيكون 18-10 الحد، سنة تالتة ابتدائي وخمسة ابتدائي يكون 23-10، من سنة ستة لغاية تانية ثانوي هيكون يوم الخميس 22-10. أظن كده الصورة واضحة، وإن شاء الله يعني هيكون مع حضراتكم بعد شوية مس أمنية إسماعيل رئيس قسم الإيديوتيك عشان توضح لحضراتكم إزاي إحنا هنتابع، أو ولي الأمر هيتابع إزاي حصص الأونلاين. طبعًا إحنا عندنا خطة بديلة لو في لا قدر الله ظهرت حالات وكان فيه قرار بالإغلاق، قرار وزاري أو قرار جمهوري بإغلاق المدارس، عندنا خطة كاملة للتفعيل أونلاين إن شاء الله هنوافيكم بها في حينها. كان في بعض الأسئلة وردت لنا من خلال الفورم اللي كان محطوط على صفحة المدرسة لما أعلننا عن اللايف إيفنت. اللي بيقول رجاء عمل اونلاين على الاقل يومين للاطفال، احنا قلنا ان الاطفال الصغيرين ما لهمش اونلاين، ده في حاله الاغلاق الكامل، لكن هم لازم يحضروا وجها لوجه مع المدرسين. الناس قلقانه من اعداد الفصول، احنا بنقول لحضراتكم ان احنا مقللين الكثافات زي ما مستر محمد عزيز باين من شويه، كثافه الفصل ممكن تكون 20 او اقل من 20 وفي تباعد، والاجراءات دي كلها احنا عاملين حسابها ان شاء الله. يعني تقريبا هي الاسئله كلها مكرره وبتكون كلها بتصب كلها في الناحيه اللي احنا بنتكلم فيها دي. احنا بنطمنكم وبنقول لكم ما تقلقوش، احنا عاملين حسابنا لكل حاجه، وان شاء الله ربنا يسلم وتكون سنه سعيده وامور تعدي على خير ان شاء الله. شكرا جزيلا لكم، كل سنه وحضراتكم طيبين، وهكون معاكم حالا مس امنيه اسماعيل رئيس قسم الايديوتيك عشان تشرح لحضراتكم كيفيه التفاعل مع الاونلاين على مايكروسوفت تيمز. مساء الخير، احب اولا اعرفكم بنفسي، انا امنيه اسماعيل هيد اوف ايديوتيك ديبارتمنت بمدرسه منصوره كوليدج. النهاردة الأجندة بتاعتنا الأساسية إزاي إن أنا أقدر أتابع ولادي سواء من خلال الشانل بوك، أتابع المواد التعليمية اللي بتوصل لهم من خلال مايكروسوفت تيمز. ومايكروسوفت تيمز هو من ضمن الأدوات اللي عندنا والتطبيقات اللي هي تبع الأكاونت أوفيس 365. لكل طالب هنا في المدرسة عنده أكاونت علي. احنا قبل كده كنا شغالين على الفورمز في الاونلاين تيست وشغالين على الوان نوت. الاضافة الجديدة النهاردة هتكون مايكروسوفت تيمز اللي من خلاله مش هحتاج ان انا استخدم اي تطبيقات تانية او اطلع برا الاب دي. الاجندة بتاعت النهاردة، اول حاجة هنتعرف ازاي ان انا اعمل داونلود واعمل انسترول لمايكروسوفت تيمز على اي جهاز عندي في البيت سواء كان تابلت لابتوب موبايل. تاني حاجة لو عندي اكتر من طالب في المدرسة ازاي ان انا اقدر اتابعهم كلهم من خلال التطبيق بتاع الموبايل لما نزلوا عليه. اللي بعديها نتعرف شكل مايكروسوفت تيمز هو عبارة عن ايه، وبعد كده هنتكلم عن الشانل بوك والاونلاين سيشنز والهوم ووركس والاسايمنتس اللي هيكون هتتيجي للطالب ازاي ان هو يقدر ان هو يحلها. واخر حاجه هنعلن في اخر اللايف ويبنار ان في اونلاين تريننج، او حضراتكم ممكن تشرفونا هنا في المدرسه لو حابين تعرفوا اكتر عن مايكروسوفت تيمز وازاي ان انتوا تتابعوا ولاكوا بمنتهى السهوله. هنتكلم دلوقتي عن اول نقطه اللي ازاي اعمل داونلود للتيمز واعمل لوج ان باكونت المدرسه. زي ما قلت لحضراتكم ان مايكروسوفت تيمز انا ممكن انزله على اي جهاز سواء كان لابتوب، عندي تابلت في البيت، عندي موبايل، وممكن افتحه كمان من اي براوزر، اي متصفح عندي سواء بقى ايدج او كروم او سفاري. الحاجه الوحيده اللي انا ما انصحش بيها اللي هي فايرفوكس، لان فايرفوكس لو احنا عندنا اونلاين سيشن وجينا نفتح الكاميرا مش بيقدر يفتح الكاميرا والمايك، وهيقول وهيبعت لحضرتك للاب، هقول لحضرتك لازم تفتح مايكروسوفت تيمز اب. فانا دايما بنصح بايدج وكروم وسفاري. طبعا لينكات التحميل كلها موجوده بالفعل على صفحه المدرسه، يا ريت ان احنا لو احنا مش قادرين نتواصل ليها هتلاقيها على صفحه المدرسه اللينكات كلها. اول حاجه ازاي ان انا اعمل بقى ساين ان على مايكروسوفت تيمز. انا دلوقتي نزلت الاب بتاعتي سواء على اللابتوب او على الموبايل بتاعي او التابلت، ازاي نعمل ساين ان باكونت المدرسه. اول حاجه ان انا هعملها
هفتح الاب بتاعتي اللي انا نزلتها من على اللابتوب، هضغط عليها وهكون مجهزه اليوزر نيم والباسورد بتاع الطالب. اول خطوه عندي هي هقول له كونتينيو، ويلكم تو مايكروسوفت تيمز كونتينيو. هيطلب مني اليوزر نيم اللي هو عباره عن كود بتاع المدرسه @mc.edu.eg. next هفتح بعديها الباسورد بتاعي، يبقى هيطلب مني الباسورد، يبقى لازم اكون مجهز اليوزر نيم والباسورد وادخل بنفس الطريقه، يعني الكود @mc.edu.eg. خلاص كده هو التيمز كده فتح معايا على اللابتوب زي اي تطبيق انا بستخدمه. طب لو انا دلوقتي منزله على الموبايل هعمل ساين ان ازاي على الموبايل؟ بنفس الطريقه هعمل كليك على الاب، وما يعمل كليك على ساين ان هدخل برضو اليوزر نيم بتاعي اللي هو الكود بتاع الطالب @mc.edu.eg. تمام، هو كده خلاص عمل ساين ان، هيطلب مني الباسورد، هدخل الباسورد، هيفتح كده معايا على الموبايل. طبعا هيقول لحضرتك بقى allow notifications، ان انت تفعل الاشعارات بتاعته، انك تديله المايك والكاميرا. اوكي انا هعملهم allow بحيث ان انا مدخل منه اونلاين سيشن ويبعت لي نوتيفيكيشن ويبعت لي اشعارات زيه زي الفيسبوك زي تويتر زي الحاجات التانية كلها. الحاجة اللي بعديها بقى، وهي لو انا عندي بقى اكتر من ابن في المدرسه، ازاي اتابعهم كلهم من نفس الاب اللي انا نزلتها من على الموبايل؟ ما افضلش كل شويه اعمل ساين اوت وادخل اكونت ابني التاني، واعمل ساين اوت ادخل ابني التالت. لا، اول حاجه انا هعملها هنشوف العلامه بتاعه الاشعارات اللي فوق دي، وهضغط على اد اكونت تحت، يبقى العلامة بتاعت الإشعارات اللي فوق، وهعمل أد أكاونت. هيطلب مني الأكاونت التاني إيه، هكتب اسم الطالب التاني اللي عندي هنا في المدرسة وأعمل ساين إن، وهيطلب مني الباسورد هدخله. يبقى أنا كده ضفت تاني ابن ليا هنا في المدرسة على نفس الأب. لو جيت بقى بصيت هنا فوق على الثلاث شرط اللي فوق دول، هلاقي أهو بقى عندي أكتر من طالب أنا ضفته، ولو في حد تاني هضغط برضو على الاد اكاونت واقدر اشوف الاكتيفيتي والشات والتيمز والاساينمنت والكالندر عادي جدا. وهعمل برضو هعمل allow notifications ان هو يجيلي notifications منه او اشعارات منه، بحيث ان انا اقدر ان انا اتابعه بمنتهى السهولة من خلال الاب. تاني اهو انا هحطها، يبقى التلات شرط دول هعمل عليهم كليك، هيقولي تحت add account واقدر اضيف كده، يبقى عندي مثلا الطالب الاول اهو MC student 2 و 3، كل عدد الطلاب اقدر اضيفهم من نفس المكان. دلوقتي النقطة اللي هنبص عليها دلوقتي في الاجندة بتاعتنا، ان انا اشوف شكل التيمز ده عبارة عن ايه. انا دلوقتي عملت له داونلود وعملت له انستول عندي على الجهاز بتاعي ودخلت الاكاونت، طب هو شكله ايه بقى من جوه؟ ده الشكل بتاع التيمز من جوه اول ما افتحه. لو لاحظتوا كده هتلاقوا التيمز يوزر فريندلي، يعني هو شبه تطبيقات كتير احنا بنستخدمها زي الفيسبوك. يعني لو فتحناه كده من جوه هتشوف هو شبه الفيسبوك ازاي. اول حاجه عندي اهم بار فيه او الحاجه اللي هنا هستخدمها، عندي حاجه اكتيفيتي. اكتيفيتي دي زي النوتيفيكيشن بتاعه الفيسبوك بالظبط، اللي هي بيجي لي عليها الاشعارات بتاعتي، فاقول لي مثلا ان في حد ضافك على تيم، اوكي في حد عمل لك منشن، زي ما حد بيعمل حضرتك منشن او تاج على الفيسبوك، اهو اتعمل لك منشن هنا في التيم ده. اوكي في حد ضافك، في عندك هوم وورك، عندك اساينمنت، عندك هوم وورك النهارده، ده الواجب بتاعك اهو. فمن خلال الاكتيفيتي انا ممكن اعرف كل الحاجات اللي انا محتاجه اعرفها. اي حد يعمل لي منشن، هيبعت لي رساله، اي حاجه على التيمز هتجيلي في الاكتيفيتي. النقطه اللي بعديها بتاعت الشات، زي الماسنجر بالظبط. لو انا عايزه اتكلم مع المدرس بتاعي، عايزه اتكلم على العلاقات العامه بتاعه المدرسه، عايزه اتكلم مع اي حد، هعمل كليك هنا على العلامه اللي فوق دي وهكتب الايميل بتاع الشخص بتاعي ده انا المفروض هبعت له اهو. طبعا الايميلات دي هتكون متوفره لحضراتكم طبعا، ان هو لو حضرتك عايز تسال على اي حاجه الايميل اللي انت تبعت عليه. فانا دلوقتي بعت على الايميل خلاص كده، وهبتدي هكتب الرساله اللي انا عايزه ابعتها له تحت بمنتهى السهولة وأعمل سنت. يبقى أنا كده بعت للشخص ده. الجزء اللي بعديها بتاع التيمز،
تيمز هنا هيجي حضرتك هتلاقي في تيم لكل مادة، يعني الانجليش ليه تيم، الارابيك ليه تيم، الفرنش ليه تيم. كمان هتلاقوا التيم بتاع الشانل بوك بتاعي، يعني الشانل بوك هيكون ليها تيم على مستوى الجريد، على مستوى المرحلة كلها. كمان من اول جريد 4 لحد ثانوي احنا عندنا الاونلاين سيشنز، الايام اللي الطلبه مش هيجوا فيها المدرسه، ليها برضو تيم علشان يقدروا ان هم يتفاعلوا مع السيشنز بتاعتهم، بيبقى في مكان واحد عارف فيه مكان الاونلاين سيشنز بتاعته كلها بكل المواد ايه. يبقى انا عندي تيم لكل ماده، عندي تشانل بوك بتاع على مستوى الجريد، وكمان عندي التيم الخاص بالاونلاين سيشنز اللي هيبدا. طبعا التيم ده هيكون موجود بس من اول سنه رابعه لحد ثانوي. طبعا احنا عارفين اول ما الطالب بيروح البيت احنا بنمسك الباج بتاعته، الشنطه بتاعته، وبندور فيها على الهوم ورك اللي عنده ايه، عنده ايه هوم ورك النهارده. فشايفين هي العلامه اللي بتاعه الباج دي اللي هي الهوم ورك او الاساينمنت بتاع الطالب، من خلالها اقدر اعرف ايه الهوم ورك اللي عنده النهارده ايه. فلو ضغطت عليها هقول لي ده اسايند، ده الهوم ورك بتاع النهارده اهو في ماده الانجليش، وعليه كام درجه، ومفروض ان هو هيسلمه امتى، وهنا مفروض كل الهوم ووركس اللي هو خلصها قبل كده. يبقى الهوم وورك اللي عليه ايه والهوم وورك اللي خلصه ايه في كل المواد. يعني مش محتاجه افتح تيم تيم ادور على الهوم ووركس، لا انا اول ما اكليك على assignment اهي، فانا جالي ده الهوم وورك بتاع الانجليش، هقولي عليه كام درجه، وده اللينك بتاع الفورم اللي المفروض هيحله. فهضغط على لينك الفورم، هيتفتح لي برضو جوه التيمز، يبقى انا كده ما طلعتش بره التيمز خالص. هبدا ان انا اقرا الاسئله بتاعتي واحلها، وفي الاخر هعمل سبميت وهقفل. يبقى انا كده خلصت الهوم ورك الاساسي الاول بتاعي. طب بالنسبه للاونلاين سيشنز، انا الاقي الاونلاين سيشنز بتاعتي ايه، هلاقيها على الكالندر. دي النتيجة هنا، بتحدد فيها الأيام، مواعيد كلها الأونلاين سيشنز بتاعتي متحددة بالأيام. يعني عندي ميعاد أهو، هقولي ده مثلا ده الأونلاين سيشن بتاعك، هقولي join، فهنا عامل لي إيه، خلاص أنا دخلت على اللينك بتاعه. وأبدأ بقى هنحدد طبعا الرولز بتاعت الأونلاين سيشنز، انا هتكلم فيها كمان شويه اللي هو ايه المفروض نعمله وقت الاونلاين سيشن، وايه الحاجه المفروض ما نعملهاش. يبقى انا كده لو عايزه اوصل لاي اونلاين سيشن هوصلها من خلال ايه، الكالندر. يبقى تاني كده سريعا، يبقى من الاكتيفيتي، دي الاكتيفيتي اللي هي الاشعارات او النوتيفيكيشنز اللي هتجيلي، هيقول لي ان في حد ضافني، عندك هوم وورك، في حد عمل لك منشن هنا عشان في حاجه مهمه، كل حاجه هتخليني من خلال انه ايه الاكتيفيتي. لو انا عايزه اعمل تشاتنج مع حد بمنتهى السهولة، احنا قلنا هنكتب هنا اسم الشخص وهكتب الرسالة تحت وهعمل send. teams هلاقي فيها team لكل مادة عندي ليها team بتاعها، وفي channel book على مستوى grade، وكمان في من اول سنة رابعة لحد ثانوي عندي التيم بتاع الاونلاين سيشن. نشوف دلوقتي مع بعض التيم بتاع كل مادة هيكون شكله عامل ازاي من جوه. اول ما بفتحه هو بيتقسم هنا channels وهنا التابس بتاعته كأنه براوزر او كأنه اي متصفح ليه التابس بتاعته لفوق. عندي اول حاجة البوستس، ولو بصيتوا على البوست كده هتلاقوه عامل زي الفيسبوك بالظبط. دي الرسالة اللي التيتشر موجهها لي كطالب، اوكي، وعملي منشن عشان يجيلي فيه notifications، كتب لي هنا welcome back to school. لو انا عجبتني الرسالة دي هعمل ايه، اهو زي الفيسبوك بالظبط، مش بنعمل لايك ولاف وهابي، نفس ايه notifications اللي انا ممكن اعملها بمنتهى السهولة. كمان عندي حاجة كويسة جدا هتفرق معانا كبيرنتس، بالنسبة لو احنا انا بعلم ولادي مثلا French او German، وفي نطق برضو كلمات انا مش متأكد منها او English، فعندي هنا في اي رسالة مبعوتة لي في التلات نقط اللي فوق دول حاجة اسمها translate، ان انا ممكن اترجم الكلام اللي جاي لي. كمان عندي حاجة اسمها immersive reader، بص حضراتكم لما اعمل كليك على immersive reader هيقرا لي الرساله. MC document library at Monday October 12, 2020, 8:35 AM. يبقى دي من الحاجات الكويسه جدا. اه اكمل October 12, 2020, 8:35 AM. Welcome back to school. يبقى انا عايز اتاكد من نطق كلمه انا ممكن اعملها من خلال
الاميرسيف ريدر الموجود في اي رسالة، اي رسالة عندي هنا موجودة عندي فيها الاميرسيف ريدر ده من التلات نقط دول. طب عايز اعمل ريبلاي على الرسالة، هعمل كليك على ريبلاي وهقول له ثانكس، منتهى السهولة هدوس هنا ايه على سنت. طب عايز اعمل منشن للتيتشر، هعمل علامة بتاعة المنشن وهكتب اسم التيتشر بتاعي. اوكي كاني بتعامل مع الفيسبوك بالظبط وهعمل سند كده. التيتشر بتاعي هيجي له نوتيفيكيشن ان انا ايه، هيجي له اشعار ان انا عملت له منشن في رساله، بساله بقى عن تفاصيل اي حاجه اهي. طب يبقى ده بالنسبه للبوست. تاني حاجه، طب هلاقي الشيتس بتاعتي فين؟ في فايلز. انا هلاقي فيها الشيتس بتاعت المنهج، لو في باوربوينت، لو في سواي، لو في فيديوز خاصه بحاجه معينه، بعمل كليك على فايل هلاقي حاجه اسمها كلاس ماتيريالز. اول ما هفتحها هنلاقي جواها ايه، عندي الورك شيت متقسمه يونتس. لو هو ده الورك شيت بتاعي هعمل عليه كليك، اي حاجه هعمل عليها كليك هيجي لي هنا ايه داونلود، يبقى انا اقدر كده اخد منه نسخه بمنتهى السهوله. هفتح يونت 1 اشوف ايه الشيتس بتاعتي او الفايل اللي انا عايزاه واعمل عليه كليك واقول له ايه داونلود، يبقى انا اقدر اوصل لاي حاجه عندي في المنهج او المواد التعليميه اللي مبعوتها لي من خلال فايلز. بعديها عندي الوان نوت بتاعتنا اللي احنا كنا شغالين بيها، هتقف في كلاس نوت بوك، دي الوان نوت بتاعتي اللي بيبقى عليها شرح المدرس بخلال الكلاس اللي هو بالستايلس. فهلاقي كل الشرح هنا زي ما احنا متعودين في الوان نوت بتاعتنا في الكونتنت لايبرري، في نفس زي ما احنا متعودين على السيستم بتاعنا بتاع السنه اللي فاتت. طب بالنسبه للهوم ورك اهو، ده عندي هنا الاساينمنت، بس هنا الاساينمنت هيبقى خاص بايه، بالانجلش بس. يبقى هنا بعمل كليك على اساينمنت، يبقى الهوم ورك ده خاص بالانجلش بس. طب انا عايز اجيب الهوم ورك بتاعه في المواد المختلفه كلها، يبقى ساعتها هضغط على اساينمنت من هنا من بره، هيجيب لي الهوم ورك بتاعه في المواد المختلفة كلها. لكن لو مادة معينة يبقى أنا هضغط على التيم بتاع المادة دي واختار assignment، فيفتح لي الهومورك اللي عليه النهاردة ايه والحاجات اللي خلصها ايه. طب لما يبتدي ابني بقى يحل كذا assignment، أنا عايز أشوف مستواه خلال assignments دي المختلفة ايه، أو خلال الهومورك اللي حلها مختلفة، هيبقى من خلال grades. grades أنا هلاقي فيها مستواه في كل assignment ايه، يعني هو ده في اول assignment جاب كذا، طب تاني assignment جاب ايه، طب تالت assignment جاب ايه، من خلال grades. الحاجة بقى المهمة عندي برضو، عندي هنا channel عليها كل الدروس بتاعة المنهج متسجلة، فاقدر ان انا في اي وقت ان انا اراجع المنهج تاني وان انا اشوف الفيديو، وانا بشوف الفيديو هقدر ان انا اعمله ايه، ان انا احل الفورمال عليه بعد ما اخلصه. يبقى الفيديو هنا الفيديو انتراكتيف. يعني ايه انتراكتيف؟ يعني مش زي مثلا ان انا ببعت له فيديو على اليوتيوب وخلاص، ان هو مجرد ان هو يشوفه وما بقاش عارفه الطالب ده فاهم الدرس ولا لا، النقط دي وصلته ولا لا. لا، في اخر كل فيديو هتلاقوا فيه فورم، المفروض الطالب بعد ما بيتفرج الفيديو هيحل الفورم ده. بعد ما هتفرج على الفيديو ابتدي ان انا احل الاسئله عشان اتاكد ان انا فهمت الفيديو بتاعي، طبعا ان هو مفتوح ان انا احله اكتر من مره. يبقى الحاجات الاساسيه عندي هتبقى في التيمز ان البوست، ان انا لو عايز اعرف اي حاجه عن اي تعليمات من المدرس، اي حاجه خاصه بالمنهج اللي هو الانجليش هلاقيه هنا، وابدا ان انا اكتب له في الريبلايز اي حاجه او اعمل له لايك او كومنت او اعمل له منشن حتى زي الفيسبوك بالظبط. في فايلز هلاقي الورك شيتس بتاعتي بتاعت المنهج كلها زي ما احنا اتفقنا، وان انا اقدر ان انا اعمل عليها كليك واعمل لها داونلود. الوان نوت نفس السيستم اللي احنا شغالين بيه، بدل ما الوان نوت كانت منفصله لوحدها، لا هي بقت جوه التيمز. طب الهوم ورك بتاعه موجود برضو
جوه التيمز، اقدر اعرف الحاجه اللي الهوم ورك اللي عليه والهوم ورك اللي لسه هيحله. طب مستوى الطالب بقى على مستوى الكويزز كلها اللي حلها هقدر اعرفها من خلال grades. واهم حاجه التشانل اللي هي موجوده اللي ليها عليها كل الدروس بتاعه المنهج متسجله، بلس كمان ان هو ممكن ان هو هيحل فورم او هيحل كويز في الاخر ويطلع له النتيجه ويعرف مستوى ايه في الكويز ده، ويقدر يحله اكتر من مره ويشوف الفيديو اكتر من مره عشان يبقى فاهم البوينتس بتاعته كويس. طب بالنسبه للتشانل بوك، زي ما انتوا شايفين اهو اسمها بريب 1 تشانل بوك، يعني معناها ان هي خاصه بايه؟ تشانل بوك دي على مستوى الجريد كول. فهتلاقي دايما كل طالب هيلاقي عنده قناتين اتنين بس، جنرال واسم الكلاس بتاعه. في الجنرال هتلاقوا لو في اي تعليمات خاصه بالجريد او اي اعلانات او اي رحلات خاصه على مستوى الجريد نفسه كله. فدي ممكن بقى ان انا اعمل ريبلاي وارد عليها واشوف ان انا عايز اقول في اي حاجه ولا عندي تعليق على اي حاجه فيها. اللي بعديها هتلاقوا فيها ايه؟ خاصه بقى على مستوى هنا ايه؟ على مستوى الكلاس بتاعي. يبقى ده جدول الكلاس بتاع بريب 1 بي بس، ده الويكلي كويزز بتاعت 1 بي. يبقى لو حاجه خاصه بمستوى الجريد، مستوى الكلاس سوري، هتبقى موجوده هنا في بريب 1 بي في الكلاس بتاعي. لكن لو حاجه على مستوى الجريد كله، يعني مواعيد الانصراف والحضور على مستوى الجريد كله على مستوى المرحله كلها، هلاقيها في جنرال. لكن لو في حاجه خاصه بالكلاس ده بس، يعني مدرس العربي هيدخل يقول لي ان عندك درس املا بكره، اوكي. هي هنا مثلا ده الكويزز ويكلي كويزز بتاع الفصل ده بتاع 1 بي، ده الجدول بتاع 1 بي. يبقى اي حاجه هتجيلي هنا طبعا هيجيلي قبل ما تيتشر او اي حد هيعمل اي حاجه في الشانل بوك، هيجيلي طبعا على الاكتيفيتي نوتيفيكيشنز او اشعار بالحاجه اللي جاتلي. هرجع لتيمز تاني بالنسبه للاونلاين سيشن، والجزء ده هيبقى خاص بالجريدز من اول 4 لحد ثانوي. في الاونلاين سيشنز هتلاقي حضرتك هي هيقول لك ان هو ده النهارده عندك اونلاين سيشن الدرس كذا، وهيطلب مني المدرس ان انا اتفرج على الفيديو ده قبل ما احل ايه الفور تاني. يبقى انا قبل ما ادخل اونلاين سيشن مطلوب مني ان انا اتفرج على الفيديو زي ما احنا شفنا من شويه، واحل لينك الفورم اللي عليه، واخد فكره عن الدرس قبل ما ادخل اونلاين سيشن. يبقى دي هتبقى حاجة من الحاجات اللي احنا لازم نتابعها في البيت، نشوف هل فعلا ابني او بنتي شافوا الفيديو اللي المستر بعته ده قبل ما يدخل اونلاين سيشن وحل اللينك الفورم اللي عليه ولا لا، عشان يبقى عارف برضه هو استوعب قد ايه من الدرس. المدرس بقى من خلال الفورم اللي اتحل ده هيقدر يشوف الطلبة قبل ما يدخلوا السيشن ايه الحاجات اللي استوعبوها وايه نقط الضعف اللي عندهم، بحيث ان هو يركز عليها اكتر. يعني المدرس هيدخل اونلاين سيشن هيشرح الدرس كامل وهيركز اكتر على النقط دي، وهيبعت لهم في اخر السيشن لينك فورم تاني يحلوه عشان يتاكد ان هم فهموا. طب لسه في نقط برضه مش فاهمينها، هي النقط اللي مش فاهمينها دي هياخدها في السيشن اللي بعديها الاونلاين هيراجعها معاهم تاني. يبقى دي نقطة مهمة جدا، يبقى أنا من خلال الأونلاين سيشن هنا تيم عرفت اسم الدرس إيه والصفحة والحاجة اللي هركز عليها والفيديو اللي أنا هتفرج عليه عشان أفهم الدرس ده عبارة عن إيه، وأحل طبعا الفورم وهعمل جوين. هيجيب لي برضو هنا معلومات الدرس، هعمل كليك على جوين، ومن هنا بقى من هنا هنركز بقى على شوية تعليمات كده بسيطة في الأونلاين سيشن بتاعتنا. أول حاجة طبعا احنا لازم نبقى قاعدين في مكان هادي، موفرين للطالب الأدوات المدرسية المحتاجة في الأونلاين سيشن. يعني مثلا هو داخل إنجليش دلوقتي يبقى معاه الستوري بتاعته، معاه قلم وقلم ومسطرة، ولو درس ماس يبقى معاه الكالكليتور، يبقى الأدوات المدرسية بتاعته معاه وقاعد في مكان هادي، ويريد يستخدم سماعات هيدفونز بقى أو إيرفونز بحيث ان هو يقدر ان هو يسمع الصوت بشكل واضح. طب انا اول حاجه عندي المايك والكاميرا، انا بعد اذنكم انا مش هفتح المايك او الكاميرا الا ما المدرس يطلب مني ده، علشان السيشن طبعا في ناس كان فتره فاتت بتشتكي من الصوت والجوده بتاعته بسبب ان في بيرنتس سايبين المايكس مفتوحه، وده طبعا بيأثر على جوده السيشن، واحنا عايزين السيشن تكون تفاعليه. فانا لو قفلت المايكس على كل الناس طول السيشن على طول مش هيكون في اي تفاعل من الطلبه.
فهستأذن حضراتكم، احنا في الأول لازم نتأكد ان المايك والكاميرا بتاعتنا مقفولين قبل ما نعمل join. أول ما عملت join هبتدي أركز مع المدرس بتاعي في الشرح بتاعه، وعايز أسأل على حاجة. في حاجة عندي هنا اسمها raise hand أهي، لو شفت هنا في الparticipants أو هيجي للمدرس إن أنا رفع إيدي، فيبتدي إن أنا إما يفتح لي المايك إما أقول لي إن أنا أكتب رسالة هنا إيه في الشات بتاعي. يبقى أقدر هنا في الشات إن أنا أكتب رسالة أقول له إيه إن أنا مش فاهم الجزء ده. منتهى السهولة. يبقى عندي حاجتين عشان اتواصل فيها مع التيتشر، اعمل ريز هاند، طبعا بعد ما اخلص هعمل لور يور هاند، هنزل ايدي. تاني حاجة ان انا اكتب له في الشات هنا، يبقى اكتب له في الشات وهرفع ايدي وهيجي للمدرس، فالمدرس لما يجي رفع ايدي هي ساعتها هيسمح لي، هيعملي ان ميوت ويسمح لي ان انا اتكلم فيها. يبقى من الحاجات المهمة جدا في الاونلاين سيشنز ان انا اقعد في مكان هادي، استخدم سماعات، اقفل الكاميرا والمايك بتوعي الا اذا المدرس طلب مني ان انا افتحه. لو عايز اسأل على حاجة هرفع ايدي تمام، ولو عايز اكتبها هكتبها في الشات بتاعي، ولازم طبعا اتابع الشات علشان المدرس هيبعت لي فيه لينك الفور او لينك الفيديو او لينك اي حاجة هو طالبها مني ان انا اعملها خلال الاونلاين سيشن. بعد ما اخلص هعمل ايه؟ هانج اب وهقفل السيشن بتاعتي. السيشن دي هتكون مسجله تمام، زي ما انتم شايفين حتى تعليق اهو، هتكون كلها متسجله وهتكون افيلبل ليا ان انا اشوفها في اي وقت تاني لو ما حصل ظروف ما قدرتش ادخل في ميعاد الاونلاين سيشن. يبقى يا ريت ان احنا نلتزم بالتعليمات بتاعه الاونلاين سيشن. يبقى هنرجع تاني، احنا عندنا كده 3 تيمز او اهم 3 حاجات، تيم خاص بالمواد وتيم خاص بالشانل بوك وتيم تالت خاص بالاونلاين سيشن اللي هو بالاول جريد 4 لحد ثانوي. وعندي هنا في الاساينمنت اتفقنا هنلاقي الهوم وركس بتاعتنا، الكالندر هلاقي فيها مواعيد الاونلاين سيشنز متحدده فيها. وبكده ان احنا عرفنا كل حاجة احنا محتاجين نعرفها عن التيمز. بشكر حضراتكم تاني ان حضراتكم متواجدين معانا في اللايف ويبنار. هتبعت لحضراتكم دلوقتي لينك في الشات بوكس علشان لو انتوا حابين تحضروا تريننج سواء في المدرسة او تريننج تانية في اونلاين عن ازاي ان انا برضو استخدم تيمز، لو في حد لسه في نقط برضو عايز يستوعبها اكتر مفيش اي مشكلة. وشكرا لحضراتكم. نرجو ان نكون وضحنا لحضراتكم كل الاستفسارات اللي دارت في ذهن حضراتكم. احنا نفسنا كمدرسه مطمنين بدرجه كبيره جدا، سعيدين بالفريق اللي معانا المدرب بالقوى البشريه كلها، بالمكان، باستعداداته الماديه والبشريه. اي استفسار كان في ذهن حضراتكم ملقاش إجابة ليه، إحنا سواء على صفحة المدرسة أو تليفونات أي حد في الإدارة متواصلين مع حضراتكم على مدار اليوم عشان نوصل في الآخر لحالة كبيرة جدا من الاطمئنان بيننا وبين ولي الأمر. إحنا فعلا مطمئنين ومستعدين لاستقبال أولادنا تحت أي ظروف، زي ما تم توضيحه سواء بالأمور الشهادات الامكانيات البشريه والماديه اللي عندنا، زي ما وضحت لحضراتكم من شويه والمستر عمال بيتكلم عن المسؤوليه في الجانب التكنولوجي، واحنا على اتم الاستعداد لتلقي اي استفسارات من حضراتكم. بشكركم وان شاء الله يكون عام دراسي سعيد علينا وعلى اولادنا، بعيد عن اي ضرر، بعيد عن اي خطوره على اولادنا، وكل عام وحضراتكم بخير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.